السلام عليكم. لو نظرنا نظرة سريعة وتقليدية في الأشراط الوشيكة الست، سنجد أنها قد تحققت ومنذ زمن طويل، ومع ذلك لم يحدث الخسف والقذف والمسخ. وقد يقول قائل أن الشرط هو تحقق هذه الباقة من العلامات كلها وليس بعضها، وهذا صحيح. لذلك دعونا نستعرض الأشراط بهدوء وبالترتيب لنرى أي الأشراط الوشيكة قد تحقق، وأيها لا يزال ينتظر ويقف حتى الآن سدا في وجه الحدث. أولا، إذا رأيتم النساء ركبن السروج، معنى هذه العلامة الواضحة كما يفسرها الجميع هو قيادة النساء للسيارات، وهذا لا خلاف عليه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في آخر أمتي رجال يركبون على سرج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. اخترعت السيارة سنة 1886، ثم جرى عليها التطوير حتى شاع استخدامها في مطلع القرن العشرين. ومنذ ذلك الوقت، أي منذ أكثر من قرن من الزمان تقريبا، ركبت النساء السروج في كل أنحاء العالم تقريبا، ومع ذلك لم يحدث القذف والخسف والمسخ. ثانيا، وكثرت المعازف. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. المعازف معروفة في كل أنحاء العالم منذ عهود قديمة، لكنها كانت محصورة في قصور الأمراء والسلاطين والأرستقراطيين والأغنياء. الحديث هنا يتكلم عن كثرة المعازف، أي عن شيوعها وانتشارها في كل طبقات المجتمع. وشهدت بداية فتنة السراء مطلع القرن العشرين انتشار المسرح والكباريه والتياترو، وتزامن ذلك مع اختراع السينما والفونوغراف، فوجدت المعازف طريقها إلى عامة الشعب حتى أفقر الطبقات. وبدأت منذ ذلك الوقت تكثر المعازف مع دخول الأمة في مرحلة الحكم الجبري، فانتشرت كالنار في الهشيم في جميع المدن العربية تقريبا. ثم دخلت المعازف بعد ذلك كل بيت مع اختراع الراديو في ثلاثينيات القرن العشرين، فالتلفزيون، فالقنوات الفضائية المتخصصة بالأغاني، ومحطات الاف ام، فالإنترنت، والهواتف المحمولة. ومع ذلك لم يحدث القذف والخسف والمسخ. ثالثا، وفشت شهادات الزور. بالإضافة إلى تفشي شهادة الزور في المحاكم في عصر الحكم الجبري الذي أمراؤه ظلمه، ووزراؤه فسقه، وقضاته خونه، وفقهاؤه كذبه، وبالإضافة إلى تفشيها على منابر المساجد التي يطبل فيها الخطباء للحاكم، إلا أن المقصود بهذه العلامة بشكل أساسي هو الإعلام وكل وسائط الميديا. الإعلام باختصار هو صناعة الكذب ومرتع لشهادات الزور، وشهادة الزور هي من الكبائر التي يعجل الله فيها بالعقاب. ورغم أنها فشت مع ثورة الاتصالات والإعلام منذ عقود، إلا أنه لم يحدث حتى الآن الحدث الكوني العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكت. رابعا، وشربت الخمر لا يستخفى بها. تجارة الخمور شائعة في جميع الدول الإسلامية للأسف من زمان. في تركيا محلات بيع الخمور بجوار المساجد، ونصف الأتراك المسلمون يشربون الخمر. أما تونس فهي من أكثر دول العالم استيرادا لهذا الرجس الشيطاني. وفي جميع أفلام السينما المصرية بالأبيض والأسود منذ ثلاثينيات القرن العشرين وحتى الآن، لا يكاد يخلو فيلم من مشاهد معاقرة الخمر وتوابعه من المعازف والراقصات كاشفات البطون. ورغم ذلك
لم يحدث الخسف ولا المسخ حتى الآن. ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. خامسا، وشرب المصلون في آنية أهل الشرك من الذهب والفضة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهذه العلامة تفسيران محتملان: التفسير التقليدي أن المقصود بها هو انتشار الترف والثراء الفاحش عند بعض المسلمين، فصاروا يشربون بأوان من الذهب والفضة، وهذا حدث بالفعل ولا سيما في الدول النفطية الغنية. أما التفسير الثاني أن المقصود بالشرب هنا هو سر الأفخارستيا عند الكاثوليك والأرثوذكس، وهو القربان المقدس الذي يقدم في الطقوس الكنسية، فيشرب المصلون من يد القس في آنية من الذهب والفضة ما يرمز إلى دم يسوع المسيح. وما يعزز هذا الرأي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بقوله آنية من الذهب والفضة، وإنما نسب الآنية إلى أهل الشرك فقال: آنية أهل الشرك من الذهب والفضة. كما أن الفاعل في الجملة يعود على كلمة المصلون، فالشرب يحدث في طقوس لصلوات أهل الشرك وليس في الولائم والحفلات. وهؤلاء المصلون الذين يشربون في آوان من الذهب والفضة ليس المقصود بهم الكاثوليك المتواجدون في الفاتيكان، وإنما المقصود به المصلون في مكان آخر، سنؤجل الإفصاح عنه للحلقات القادمة. ولننتقل الآن إلى العلامة السادسة والأخيرة. سادسا، واستغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال. المثلية الجنسية قديمة جدا في التاريخ السحيق، لكنها لم تكن ظاهرة علنية، وظل المبتلون حتى 40 سنة مضت يستطيرون منها حتى في البلاد الغربية. وحتى عهد قريب لم يكن يوجد شيء اسمه علم المثليين، ولا مسيرات أو كرنفالات أو استعراضات علنية أو يوم الفخر. أول يوم فخر للمثليين في العالم كان في أمريكا في السبعينيات من القرن الماضي، وأول احتفال بهذا اليوم في العالم العربي كان في بيروت سنة 2017. أكثر من نصف دول العالم صارت الآن تعترف بحقوق المثليين جنسيا في الزواج بل وحتى التبني، وأكثر من 3/4 الدول تعترف بحقوقهم المدنية ولا تجرم الممارسة الجنسية المثلية. وحتى الدول القليلة التي لا يزال دستورها لا يعترف بما يسمى الحقوق المدنية للمثليين، ولا يزال القانون فيها يجرم نظريا المجاهرة بالممارسة المثلية كسوريا ومصر والعراق مثلا، إلا أن التطبيق العملي مجمد تماما. لا تقوم الساعة حتى ترضخ رؤوس أقوام بكوكب من السماء باستحلالهم عمل قوم لوط. إذن العلامات كلها قد تحققت على مستوى العالم على الأقل منذ 20 سنة، فلماذا لم يحدث الخسف والقذف والمسخ؟ في الحقيقة وبعيدا عن التفسير التقليدي الظاهري السابق للحديث الذي قدمناه لكم اليوم، العلامات الست لم تتحقق كلها حتى الآن. هناك 4 منها تحققت بشكل تام، والخامسة تحققت بنسبة 50%، أما السادسة فإرهاصة تحققها بدأت هذه السنوات وبشكل متسارع، والوقت المتبقي لتحققها بشكل واضح ليس طويلا أبدا. الآن لن نلقنكم التفسير الحقيقي لهذا الحديث، وسنعطيكم فرصة كي تستنتجوه بأنفسكم، لكننا سنزودكم بوسيلتي مساعدة كي تسهل عليكم الوصول للجواب. الوسيلة الأولى: اكتشاف الحبل المنطقي بين العلامات الست، وهذه هي إحدى القواعد التي ذكرناها في فهم النبي في آخر الزمان، وقلنا لكم أن معظم الباحثين تقريبا في زمن العلم الأعور يخطئون بها. القاعدة تقول: عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم باقة من العلامات، سواء كانت 6 أو 10 في حديث واحد، فإن اختياره لهذه العلامات ليس اعتباطيا. هناك دائما رابط منطقي وموضوعي يربط بين علامات الباقة، رؤية وفهم هذا الرابط المنطقي بينها هو الذي يميز بين المتدبر في أعماق الكلم النبوي وبين الببغاء. الوسيلة الثانية: عن أنس بن مالك رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استحلت أمتي خمسا فعليهم الدمار، إذا ظهر فيهم التلاعن، وشربوا الخمور، ولبسوا الحرير، واتخذوا القيان، واكتفى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء. هذا الحديث سيساعدكم على معرفة الجواب، لأنه حديث مشابه لحديث أبو هريرة، لكن فيه خمس علامات بدل ست علامات. ثلاث علامات هي مشتركة بين الحديثين: المعازف والخمور والمثلية الجنسية، وعلامتان تم استبدالهما بعلامتين قريبتين لهما بعض الشيء، أي من نفس العائلة. فاستبدل علامة معصية قولية، وهي شهادة الزور، بمعصية قولية أخرى، هي التلاعن، واستبدل علامة تقليد أهل الشرك بالترف والبذخ بالشرب بآنية من الذهب بعلامة مشابهة من الترف، وهي تقليدهم بلبس الرجال للحرير. لكن علامة إذا رأيتم النساء ركبن السروج في حديث أبو هريرة حذفت تماما في حديث أنس. لماذا حذفت العلامة الأولى في حديث أبو هريرة؟ وما الفرق بين الحديثين؟ هل ركوب النساء السروج حرام أصلا؟ أو من الكبائر التي تستوجب القذف والخسف والمسخ؟ نحن لسنا مفتيين، لكننا نعتقد أن قيادة المرأة للسيارة مع التزام شروط الحشمة هي بين المباح والمكروه، وحتى لو كانت حراما فرضا لا يمكن أن تصل درجة التحريم إلى الكبائر وتوضع في باقة واحدة مع ممارسة النساء السحاق أو شهادة الزور أو بقية الكبائر الأخرى في هذه الباقة. لقد قدمنا لكم أكثر من نصف الطريق للحل، فكروا لتعرفوا الجواب الكامل، فإن وفقكم الله لمعرفة الجواب ستعرفون بالضرورة متى قد يقع بهم الخسف والقذف والمسخ على وجه الترجيح. ودائما الله أعلم. للحديث بقية. أحباب محمد، فضلا لا تنسوا دعمنا بالانتساب للقناة ومشاركة الفيديو وترك إعجاب وتعليق، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم.